القوة الضاربة في إفريقيا ليس اسماً من فراغ، بل صنعته الجزائر بالدم والتعب وبترسانة عسكرية جبارة من الأسلحة الفتاكة والمتطورة. ويأتي في مقدمتها مقاتلة سو 57 الروسية تستخدم تقنيات التخفي لتنافس كلاً من F-22 رابتر وF-35 لايتنينج الأمريكيتين، وتنضم إلى ترسانة القوات المسلحة الجزائرية في قائمة أقوى الأسلحة التي تمتلكها من روسيا، وهي صواريخ الدفاع الجوي S-400 والصواريخ التكتيكية اسكندر، بالإضافة إلى الدبابات T-90 المدمرة والقاذفة المقاتلة سوخوي 34. وتتمكن سوخوي 57 باستخدام تقنية الليزر المتطورة من تتبع 60 هدفا في وقت واحد، وسمح للطائرة بضرب 16 هدفا في وقت واحد.